السلام عليكم. اليوم الدرهم بغى يحرق يخوي المغرب. لا صاحبي، ماشي الفن الكبير ديالنا الدرهم، والدرهم فلوس عمر. ايه هو هذاك. المغاربة ديالنا خرجوا فيه العجب، كل شيء ولا خبير في الاقتصاد ولا عالم في الاقتصاد واستاذ في الاقتصاد. شي كيقول اموه ياك مغرق بصحة تدويشة ست درهم، على شي اموه في البرد عندك يضربوا البرد والدرهم كيشوف. اشرح لنا اخويا شنو معنى ديال هاد التعويم ولا 80 درهم؟ واخا غير بلاتي انا غادي نشرح. الوالي ياك عطينا لكم 5. لا صاحبي ماشي رشيد الوالي، والي بنك المغرب قال سيدي ما سميتوش نعوموه، سميتو نرموه، يعني استر في المارين بحال لاستيك، بحال اللي ماشي ضرب ماشي تزوج ترشم. بكل امانه ترشم تعمل كمالة العطية وفاتحة وتعمل ضرب الصداق وتعمل الحفلة. نفوتوا هاد الشيء. المهم قبل ما نتكلموا على أسباب اتخاذ هذا القرار، أجي نعرفوا بعدا شنو المعنى ديال اعتماد النظام المالي لصرف الدرهم وماشي التعويم كيف ما كيروش بعض الأخبار وفي مواقع التواصل. كما كنعرفوا جميع أن المغرب رابط الدرهم ديالو بجوج ديال العملات اللي قويين في السوق بنسب متفاوتة، اللي هما اليورو وكذلك الدولار. المغاربة كاملين كيسولوا علاش المغرب قرر يمرن الدرهم وفي هذا الوقت بالضبط. اليوم القرار ماشي هو التعويم وفك الارتباط نهائيا، ولكن إصلاح نظام صرف الدرهم غيكون بإدخال مرونة على سعر الصرف عبر سنوات، وهذا المرونة راه ماشي هي التعويم. بمعنى بلغة الاقتصاديين أن سعر صرف الدرهم غيتحدد ما بين زائد 2.5% وناقص 2.5% فقط. دابا غادي نرجعوا للسؤال اللي طرحناه في الأول، وهو علاش المغرب قرر يمرن الدرهم وفي هذا الوقت بالضبط. الجواب لقيناه عند مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، واللي قالوا لنا أن نظام الصرف المرن غادي يساعد الاقتصاد المغربي على مجموعة ديال الأمور، وأن هذه الخطوة كانت ضرورية لاستكمال الانفتاح الاقتصادي المغربي على العالم، وأنها ما غاديش تضر قيمة الدرهم، وأن هذا النظام غيتيح للبنك المركزي المغربي هو لبنك المغرب تدخل في أي وقت لحماية سعر صرف الدرهم. والأهم أن هذا القرار هو قرار إرادي المغرب تاخده بمحض إرادته. هذا الشيء اللي قلنا أكد عليه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في لقاء التواصلي مع فريق العدالة والتنمية مجلس النواب، وقال أن قرار تحرير سعر صرف الدرهم خضع لدراسة عميقة من طرف الخبراء والجهات المعنية، وأن المصلحة الوطنية والرغبة في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني هي السبب الرئيسي في هذا القرار. ونفس الكلام أكد وزير المالية بوسعيد وقال أن القرار سيادي ومملاه حد على المغرب. واللي غادي يحسم لنا هذا الكلام كامل هو بعد التحرير التدريجي للدرهم في هذه الأيام ما عرف شي تحرك كبير مقابل العملات الأجنبية، وبقى غير في وسط تداولات محدودة بهدف المضاربة. ودابا شنو بان لكم، عوموه ولا مرنوه؟ يلا كل شي عوم تلاو.